أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى هذه الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون؟ هذه قصة عائشة رضي الله عنها لما رماها أهل العلم بما رموها به، الله جل وعلا برأها من ذلك وقال أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني مما يقوله المنافقون، لهم مغفرة ورزق كريم. هذه تبرئة عائشة رضي الله عنها، برأها الله من خوف سبع سماوات. وقوله جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هذا برهان على كذبه، لأنه لا يمكن أن تكون زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أجاني كما قال المنافق، لا يمكن هذا، لأن الله لا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا العفيفة الطيبة، فهذا طعن في الله عز وجل، الطعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله أنه اختار لنبيه خبيثة، خبيثات من خبيثين لا تكون للطيبين أبدا، طيبات لا توجد للطيبين والخبيثات للخبيثين، فهذا رد عليه بينا، لأن الله لا يمكن أن يختار للنبي صلى الله عليه وسلم خبيثة، لأن الله جعل الطيبات للطيبين وجعل الخبيثات للخبيثين.